محاولات أكثر جراء من كلا الطرفين. الأرضية العراقية خطيرة. جول جول جول. علي حسني يأتي بأول أهداف العراق. علي حسني يأتي بهدف أول في شباك اليمن. البديل الذي يدخل الفرح ويفعل حسنا من أمام شباك محمد عايش. دفاع اليمن يقوم بالصناعة بعد كرة لم ينجح في باديات. وعلي حسني يأتي بالتقدم. 54 دقيقة احتاجها المنتخب العراقي لكي يصلوا إلى شباك محمد عايش الذي حاول التصدي بقدمه بالكرة الماضية لكنه لم ينجح في ذلك. كرة حاضرة. تمرير أيمن حسين بالحل الفردي. ركلة جزاء. هكذا هو القرار يأتي من جانب أمار الجنيبي. ركلة جزاء للمنتخب العراقي وسط آدم رضا. من قرار حكم اللقاء للاعبي المنتخب اليمني. هنا الإعادة، هنا الوقوع، وهنا تدخل عبد الواسع المطري الذي ارتكب المخالفة ليقع أيمن حسين ويقترب المنتخب العراقي من هدف ثاني يؤكد وصوله إلى الدور القادم. هدف ثاني إن ما جاء للعراق يؤكد وصول المنتخب العراقي إلى الدور النصف النهائي في خليجي 23. علي فايز على التنفيذ، هل يعلن الوصول؟ علي فايز على ركلة جزاء. جول. هلا عيني، هلا هلا عراقي، هلا المنتخب العراقي وبخطى ثابتة إلى الدور القادم. أسود الرافدين يعلن الوصول إلى نصف النهائي في خليجي 23. علي فايز وضع الكرة ليسعد قلوب العراقيين والعراقيات في مدرجات ملعب استاد نادي الكويت. على يلعب البينية. النقلة حاضرة من أحمد. الكرة العراقية. التمويه يأتي على إمهاوي. هذا عراقي أحبك كلش. نعم، أحمد سعيد يؤكد وصول العراق بعد جملة فنية رائعة. هذا عراقي أحب كلش. هكذا أرادوها ووصلوا بها إلى الشباك. شوف التمريرة على إمهاوي. لعب الكرة بعد أن خاد ثلاث لاعبين. ما أجمل هذا العراق، ما أروع أسود الرافدين. شوف الكرة وبالقدم اليسرى صاب عانقة الشباك. هذا